بيسعد اوقاتكم بالخير. انا عاطف ابراهيم ودي قناه مستر كوك. النهارده هعمل لكم ديزرت مصري، هعمل لكم حلو مصري. هنعمل البسبوسه، بس هعملها النهارده بتست مختلف خالص غير اللي احنا متعودين عليه دايما. هعمل لكم بسبوسه بشوكولاته النوتيلا، ان شاء الله تطلع حلوه وتعجبكم. يلا اللي عندي بتاعت البسبوسه اهيت. انا عندي هنا علبه سميد بسبوسه، سميد البسبوسه العادي اللي احنا بنشتريه من كل حته، وعندي هنا علبه زبادي وعليها نص كوبايه لبن، وكمان عندي هنا نص كوبايه جوز هند ناعم، وتلات معالق كبار زبده سايحه اهيت، وعندي معلقه بيكنج باودر، وعندي هنا شوكولاته النوتيلا اهيت اللي هي ديت. عندي هنا حاطط معلقتين كبار، وهنا ده بندق متكسر معاه لوز، وعملت طبعا السيرب اللي هو هسقي بيه البسبوسه اهوت. ده السيرب فيه ليمون وفيه فانيلا فريش اهو. يلا نبدا مع بعض. هعملها النهارده عشان خاطر البسبوسه بتاعتنا تطلع ان شاء الله حلوه وتعجبكم. اول حاجه بفضيت طبعا السميد هنا اهوت، بحط عليه الجوز هند كل الكميه كده، بقلبها، بحط الزبده، الزبده بتاعتي اهيت، اول مرحله معايا دلوقتي ان انا ببدا اخلي السميد بالبسبوسه تتشرب الزبده كويس. دي اهم خطوه في البسبوسه قبل ما احط اي سوائل تانية. اهم شيء ان السميد والجوز الهند يشربوا الزبده كويس. البسبوسه من الحلويات اللي ما بتحتاجش تقليب كتير، التقليب الكتير يخليها بتبوظ، بيخليها بعد كده تنشف وتفلق وما تشربش السيرب بتاعها. خلاص كده، كده تمام اهوت. هبدا اجيب اللبن ده، اللبن اهوت بالزبادي كده. حطي الاول كم معلقه كده الاول ونشوف النتيجه عامله ازاي. 4 5 6 معالق. دي النوتيلا بتاعتي انا محتاج ان انا اسيحها اكتر من كده، هحطها في الميكرويف بس لمده 30 ثانيه. النوتيلا بتاعتي اهي سيحتها خلاص في الميكرويف كده اهيت. وهنا انا حطيت الزبادي، هبدا اقلب. هضيف دلوقتي البيكنج باودر اهوت. كده حط شويه صغيرين خالص سيرب من اللي انا عامله، يعني حوالي نص كبشه من ديت كده، شويه صغيرين كمان اهوت، واضيف النوتيلا عليها كده. طبعا احنا كلنا عارفين ان النوتيلا بتتعمل من الشوكولاته ومن بودره البندق، فتست النوتيلا مش عاد يعني انتوا كلكم طبعا عارفينه، تيستها حلو قوي. لما تتعمل في البسبوسه، البسبوسه طبيعي من الحلويات الشرقيه اللي بتحب دايما يبقى فيها البندق والفستق والحاجات دي، فكده التست بيكمل بعضه. احنا كل الفكره ان احنا بنعمل حاجه مختلفه وبتست مختلف، بس في نفس الوقت ما بنخرجش عن اطار الحلو الشرقي بتاعنا اهو كده. مش هقلب اكتر من كده خالص، كده حلو قوي اهوت. انا بس بحاول اقلبها شويه بحيث ان انا اخلي البيكنج باودر والمقادير كلها تندمج مع بعضيها. بجيب طبق الومنيوم زي ده، بدهنه بالزبده زي ما احنا شايفين كده خلاص، وببدا انزل بالايه بالخلطه بتاعتي كده. شايفين ما خدتش 3 دقايق. البسبوسه هنا بقى زي ما كلكم يعني زي ما اي حد بيحب، لو عايزين تخلوها ساده زي كده مفيش مشكله، لو عايزين تحطوا لها من فوق جوز هند بس ماشي، عايزين تحطوا زبيب، عايزين تحط، انا عن نفسي حبيتها بالبندق اهوت، بندق وفستق ولوز كده. ايوه كده بغطيها خالص من فوق، شايفين؟ بحاول ان انا اضغط كده على البندق عشان يخفض جوه اكتر كده. ده الشكل النهائي للبسبوسه، هسيبها 10 دقايق وبعدين ادخلها الفرن
وبعدين نشوف مع بعض ان شاء الله النتيجه تطلع ممتازه. كده الصينيه بتاعت البسبوسه خلاص طلعتها من الفرن سخنه جدا، وادي السيرب بتاعي جاهز اهوت، هشربها زي ما احنا شايفين. لو الكاميرا تقرب بصوا طريه خالص ازاي. السيرب بتاعي بيكون وورم، ما يكونش بارد خالص وما يكونش سخن جدا اهيت. لونها جميل خالص. البسبوسه بتاعنا بقى جاهز ان احنا نسرفزه اهي. البسبوسه اهي يا جماعه بعد ما استوت وشربت السيرب بتاعها. يلا نعمل طبق كده ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي. الديكوريشن في الطبق الاول، ممكن اجيب معلقه نوتيلا كده اهوت، معلقه كده صغيره، اعمل اي منظر كده، اي منظر احنا بنحبه. جهز اهوت مانجا، ممكن اجيب المانجا كده، وعندي هنا كريز اهوت فريش كده، ممكن واحدتين بيري. بسبوسه ناعمه جدا، بصوا تعمل الشكل اللي انتوا عايزينه ايا كان الشكل، حتى لو حطيتوا قطعه البسبوسه بس في الطبق هيبقى حلو برضو. ديت اكون خلاص انا عملت طبق الديزرت بتاعنا بتاع النهارده اللي هو بسبوسه بالنوتيلا. ادي الطبق اهوت، زي ما قلت لكم الديكوريشن ده يرجع لكم انتم، اي ديكوريشن حابين تعملوه اتس اوكي، مفيش اي مشكله. عايز اوريكم البسبوسه عامله ازاي، لو باينه في الكاميرا شايفين، مش محتاجه حتى سكينه تتقطع. بصوا جميله قوي قوي قوي، دايبه خالص اهو. ومع المانجا كمان بقى، يا سلام. كفايه كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون قدرت اعمل لكم حاجه حلوه جديده. انا معاكم باستمرار ان شاء الله، اي حاجه تعزوها كلموني او اكتبوا لي في الكومنتات عايزين ايه ونعمله لكم. انا عاطف ابراهيم ودي قناه مستر كوك. ان شاء الله انا قربت على ال 100 سبسكرايب، ده طبعا عدد مش قليل وفي نفس الوقت مش كبير. بمجهودكم معايا هيزيدوا، هيبقوا بدل ما هم هيبقوا 100 هيبقوا 1000 و2000 و3 و10. لو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب، انتوا كل اصحابكم عشان الفيديو يكبر وينتشر والناس كلها تستفيد. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله قريب، مع السلامه.